كابتن اسامه الف الف مبروك، انجاز كبير حققه الرجال النادي الاهلي النهارده، وفي خلال 9 شهور 5 بطولات. الحمد لله، يعني في مكسب النهارده وتتويج النادي الاهلي بالبطوله الافريقيه بنقول الحمد لله. في البدايه بنقول مبروك لمصر، مبروك لمصر، بطوله افريقيه غاليه. النادي الاهلي دايما رفع اسم مصر ورفع الكره المصريه في افريقيا. النهارده لما تشوف النادي الاهلي بياخد البطوله الافريقيه العاشره على التوالي بعد البطوله التاسعه، فده انجاز جاز يحسب لكل منظومه النادي الاهلي، بدايه من جمهور النادي الاهلي اللي دايما مساند برغم عدم وجوده في المدرج، لكن دايما تاثيره كبير على السوشيال ميديا، دعمه كبير للاعيبه النادي الاهلي. وعايز اقول من وقت خساره المباراه 5 امام صن داونز، وهي دي كانت البدايه، صحيح، بدايه الطريق الصحيح للنادي الاهلي في حصد البطولات. اللمه اللي وقفوها في ملعب برج العرب وقتها وعهد لعيب النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي ان بعد كده البطولات الافريقيه هتدخل دولاب النادي الاهلي، فعلا الجيل ده يستحق كل خير. الجيل دوت اسمه هيتكتب في التاريخ، يعني بطوله غاليه وكبيره جدا. زي ما احنا بنبارك لجمهور النادي الاهلي النهارده، الجمهور المساند والداعم بشكل كبير، ايضا يعني بنبارك لمجلس اداره النادي الاهلي وبرئاسه الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب اللي استحمل كتير خلال 4 سنين، كان دايما بيشتغل بلغه النادي الاهلي، دايما كان بيعمل في صمت، دايما النادي الاهلي عايز يحطه رقم واحد. فالنهارده يعني بنبارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، بنبارك برضو لموسيماني. موسيماني اللي ناس كتير حاولت تقلل منه، موسيماني اللي ناس كتير شككت في قدراته. موسيماني من بدايه النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب تعاقدوا معاه وبدات الحملات عليه، النهارده موسيماني 10 من 10 في كل البطولات. مظبوط، موسيماني لم يخسر بطوله مع النادي الاهلي، بيحقق بطولتين افريقيتين ورا بعض زيه زي مستر جوزيه. صحيح، بالعكس ده النهارده ممكن، يعني مش عايز ادخل في مقارنات، لكن موسيماني النهارده يعني اسمه اتكتب في تاريخ النادي الاهلي. ده هو الثاني افريقيا بعد مستر جوزيه، هو جاب بطوله قبل كده مع سان داونز وبطولتين مع النادي الاهلي، جاب 3 بطولات، مستر مانويل جاب 4. الحلو في موسيماني ان هو مقدر النادي الاهلي وحابب النادي الاهلي وعارف قيمه النادي الاهلي. برضه لازم نبارك لعيبه النادي الاهلي كل الجيل ده، بدايه من محمد الشناوي وياسر ابراهيم وايمن اشرف، علي معلول، بدر بنون، محمد هاني، اكرم توفيق، ديانج، السوليه، وانا حابب اقول اسماء الناس كلها انهم يستحقوا يعني صحيح التكريم. قفشه، محمد شريف، صلاح محسن، حتى مروان محسن اللي لعب قليل، بواليا، ناصر ماهر اللي مش موجود النهارده لكن يعني كان موجود مع الفريق، موجود في الاولمبياد، طاهر محمد طاهر، كل لعيبه النادي الاهلي، مصطفى شوبير الصغير، علي لطفي، يعني بنبارك لكل الناس، لكل الجهاز الفني والاداري. بطوله غاليه لجمهور النادي الاهلي، بطوله غاليه تحسب لهذا الجيل، ودخل الدولاب بطولات النادي الاهلي. يعني النهارده فرحه كبيره، فرحه نشوفها في الشوارع. يعني لما بنقول ان جمهور النادي الاهلي 80 مليون فعلا، انزل الشوارع دلوقتي في كل المحافظات هتلاقي فرحه كبيره جدا، هتلاقي الناس ماليه الشوارع في كل حته في مصر. ده جمهور النادي الاهلي اللي دايما الناس بتقول طب جمهور النادي الاهلي 30 و40، لا، عايز تشوف جمهور النادي الاهلي انزل الشارع دلوقتي هتلاقيه معدي 70 و80 مليون، ان النادي الاهلي زي ما بيقول بيلعب باسم مصر، ودايما هو اللي بيرسم الفرحة على كل وجوه المصريين. ممكن الإنسان المصري يبقى عنده يعني بعض الأمور، لكن في الآخر النادي الأهلي هو اللي بيرسم الفرحة على كل وجوه الأهلوية. ألف مبروك المرة الثانية لجمهور النادي الأهلي، مجلس إدارته، للكابتن محمود الخطيب، للاعبي النادي الأهلي، ومستر موسيماني.